لكن في المقابل سيد الكعبي محاولة التهدئة على ما يبدو، لأنه لا يمكن أن نجزم أنها تهدئة حقيقية من هذا النظام المعهود عليه نكث العهود والمواثيق، ولكن حالة التهدئة التي تحاول إيران أن ترسيها ببعض الاتفاقات هنا أو هناك، ومن الاتفاقية الكبرى مع المملكة العربية السعودية وعملية التفاهم، هل هذا يطيل عمر النظام ويعطيه قبلة الحياة إن صح القول؟ هذا بمثابة يعني الأدوية المسكنات للنظام، وكأنها يعني جرعات من البنادول لإطالة عمر النظام لفترة مرحلية وجيزة. يعني إذن النظام بدأ يستخدم، يعني يعتمد استراتيجية التكتيك والسيناريوهات وليست الاستراتيجيات، فعلى المدى الطويل كما تفضلتم عرف عن هذا النظام نكث الوعود والخيانة. يعني تماما مثلا نلاحظ، وقع مع العراق اتفاقية 75، الجزائر ثم نكث هذه الاتفاقية وشن الحرب العدوانية ضد العراق، وقع مع العراق أيضا اتفاقية الصلح وسلام وغير ذلك، ثم استولى على 125 طائرة مدنية وعسكرية عراقية، وأيضا كلنا لاحظنا ماذا فعل هذا الكيان بالعراق من عبث وقتل وجرائم. وأيضا كذلك هي الحال مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية. فسابقا كانت أيضا العلاقات جيدة، وكلما طلبوه من هذا النظام بأن لا يتدخل بشؤونهم الداخلية، ولكن لاحظنا بأنه يدعم ما يسمى بشيعة البحرين، شيعة السعودية وبعض العناصر في الكويت والمرتزقة ونشر الخلايا الإرهابية في الإمارات وفي كل هذه الدول. الآن لأنه متضايق جدا، لأنه يشعر بخطر حقيقي، لأنه أصبح في عزلة عالمية، ويعني هناك حزمات من العقوبات الأسبوعية أو الشهرية تطلق ضده، سواء من قبل أستراليا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، فهناك عزلة دولية، وخاصة بسبب اصطفاف هذا النظام إلى جانب روسيا، فأصبح حقيقة في عزلة، فلم يجد سوى دول الجوار، فلجأ إلى دول الجوار واستخدم أو استغل أجنحته أو أذرعته أو خلاياها الإرهابية أو غير ذلك، كالحوثيين وحزب الشيطان والميليشيات الإرهابية في سوريا والميليشيات الإرهابية في العراق. هذه الميليشيات بأنه ممكن أن نخمدها، ممكن أن نقطع عنها الإمدادات، ممكن أن نستحوذ أو نستقطبها حاليا وتعود ربما لإيران، أو تبقى نائمة في نفس هذه الجغرافيات التي متواجدة فيها، ولكن لم نعد نزودها بالسلاح، ولم تعد تشكل خطرا حقيقيا في المرحلة الراهنة على هذه الدول. ولكن المؤكد يعني، ونقول ذلك بشكل ونجزم فيما نقول، يعني بأنه لا أمان لهذا الكيان أطلاقا، وسرعان ما يعود إلى نفس النزعة التوسعية وتهديد أمن واستقرار المنطقة برمتها.